بسم الله الرحمن الرحيم. الذي نرجو نسمى برحمته وعظيم منته وعطائه وواسع مغفرته وعفوه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من أناه والشفيع لأمته يوم الحساب. معالي الأستاذ الدكتور مروان كمال الأكرم راعي الحفل، السادة أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، السادة الحضور الكرام، نرحب بكم جميعا ونعتز بحضوركم المبارك لمشاركتنا حفل تخريج طالبات الفوج الرابعة عشرة من طالبات مدارس النظم الحديثة. فأنتم مثلنا أصحاب إنجاز ورفقاء درب ومسيرة، فطبتم وطابت فرحتكم ودام بأبنائكم وبناتكم عزكم. خير ما نستهل به فقرات حفلنا ونتوج به قرة لقائنا بكم تلاوة عطرة مباركة من القرآن الكريم يتلوها الأستاذ مروان زين الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. في أقحى صور الحياة وأجمل ذكريات العمر، في هذا الموقف تختلط المشاعر أملا وفرحا وترقبا واعتزازا بمهج القلوب. وقد غدونا يافعات يفد نصبا وشبابا في موكب طال الانتظار بالانتظام فيه، قامات شامخه تتيه فخرا بمرحله الوصول، وجباه تقتض فيها الاماني والاحلام والاهداف، تعتز بكرامه الموقف وهيبه المسير. ومع موكب طالبات الفوج الرابع عشر we
Thank you.
الحية بلا شروط. ومن ينابيع مدحهم وتفانيهم يأتي الإبداع، وتتجلى الإرادة الحقة، وتتزين الجبال باتجاه العز والإنجاز. هؤلاء هم روح الأمة وحضارتها، ونور مستقبلها، وبناة عقولها، وحراس قيمها، وهم وحدهم من يأخذون بيد أبنائنا ليجدوا لأنفسهم موقعا بين النجوم.